هو الكلام اللي قالته إخلاص مظبوط يا هارون؟ انت ايه رأيك؟ والله تعملها. شوفي أنا بعت رجالتي وراها ودوها علقة موت وخدوا مني شنطة الفلوس وجابوها لي لحد عند هنا. بس أنت عرفت مكانها إزاي؟ أصلها بعد ما هربت من السرايا هنيه بكام يوم كده حد من حبايبي شافها داخلة فندق في الأقصر فبلغني، فبعت رجالتي يراقبوها وشافوها وهي داخلة الفندق تاني وفضلوا مراقبينها لحد ما حصل اللي حصل. طب وأنت عملت معاها كده ليه؟ ده سؤال برضك يا صافي. دي مرة بنت كلب مرة سو ياما ورت حمداني يام سودة وياما لمت من وراه ملايين وهي اللي وزت على تجارة الأسرات لحد ما كان هيروح فيها وهي فلوسي فلوسي ورجعت لي اللي هي فلوس ولدي. قلت لي ما هي جات لك على الطبطاب بقى. كان لازم أدبها على اللي عملته ده لما هربت من السرايا، كانت هتفضحنا فضيحة اللحمة في السوق.